عليها، ولهذا ينشر في الجرائد الحزبية وغيرها وفي بعض الخطابات أن العراق بحاجة إلى مرجع سياسي ديني. المرجع السياسي لا قيمة له، لأن السياسة في الوقت الحاضر مبنية على الخداع والغش والكذب وعلى المصالح الذاتية والأغراض الحزبية الزيقة. ومن هنا تختلف السياسة بين حين وآخر وفترة وأخرى وأخرى. هذه السياسة لا يمكن أن تنسجم مع الدين. الدين في طرف نقيض مع هذه السياسة، فأما السياسة الإسلامية فهي جزء الدين، وهي لا تتغير بتغير الزمان، كما أن الدين الإسلامي لا يتغير بتغير الزمان فهو ثابت، كذلك السياسة الإسلامية. فأما السياسة المتعارفة في زماننا هذا فهي مبنية على الكذب، افتراء والغش والخداع والمصالح الذاتية والأغراض الحزبية الزيقة. ومن هنا تختلف هذه السياسة بين فترة وأخرى. فالنتيجة أن علينا جميعا لا بد أن نكون في يقظة وحذر.